بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم موثوقة تعليمية. في هذا العدد سنتطرق إلى موضوع الواي فاي. هنا الكثير من الأشخاص لديهم مودام في المنزل، ويكون الشبكة ضعيفة عند التقاطها عن طريق جهاز الكمبيوتر أو الهاتف النقال الخاص بهم. لذلك يقوم معظم الأشخاص بشراء أدابتشر من نوع واي فاي سكاي، ويقوم بتركيبها في جهاز الكمبيوتر. هنا يحدث مشكلة، لأن معظم الأشخاص يظنون أن الواي فاي سكاي لديها برنامج للتعريف. فقبل بدء العملية ننوه إلى نقطة مهمة جدا، وهي أن للواي فاي سكاي كابلين من الأو اس بي، والعملية الصحيحة هي تركيب كابل واحد أو اس بي وليس تركيب الكابلين مع بعضهما. فهناك ما تلاحظون في الصورة، نركب هذا الكابل الأو اس بي في جهاز الكمبيوتر، أما الآخر فنستغني عليه. ثم نتابع الشرح أحبابي في الله. بعد تركيب الكابل، فهي أحبابي في الله تقرأ تلقائيا في جهاز الكمبيوتر. هناك ما تلاحظون لدينا شبكة النت، لا يوجد أي محول للشبكة هنا. لو لاحظتم سنقوم بتركيب كابل الواي فاي سكاي هنا عليها على جهاز الكمبيوتر. ننتظر قليلا. هنا أحبابي في الله ظهرت شبكات الواي فاي القريبة والبعيدة من الغرفة أو المنزل الخاص بنا، العديد من الشبكات الواي فاي، لأنها تلتقط بقوة شبكات الواي فاي. تستطيع استعمال الشبكة الخاصة بك. هنا الشبكة الخاصة بي الأولى، فأنا متصل عليها. هنا أحبابي في الله لو لاحظتم عند تركيبنا أدابتير من نوعية أخرى، وهي لالتقاط شبكة الواي فاي، أدابتير من نوعية أحبابي في الله 802.11 ان، نقوم بتركيبها في جهاز الكمبيوتر. نلاحظ هنا شبكة الواي فاي، هنا استخرجت لي او ظهرت لي الا شبكة واي فاي واحدة. فهنا يحدث مشكلة، لانها تلتقطها بطريقة او بجودة ضعيفة. اما عند تركيبنا لواي فاي سكاي هنا احبابي في الله، أنا قمت الآن بنزع الأدابتر 802، أقوم بتركيب واي فاي سكاي الأو اس بي، أقوم بتركيب الأو اس بي في جهاز الكمبيوتر. هنا ننتظر قليلا، ستظهر العديد من شبكات الواي فاي. أقوم هنا بالضغط على الواي فاي، ننتظر قليلا أحبابي في الله. هنا كما تلاحظون العديد من الشبكات، على خلاف الأخرى التي ظهر فيها إلا شبكة واحدة فقط. هنا كما تلاحظون شبكات الواي فاي. إذا كانت الشبكة المخفية الخاصة بك لا تظهر، قم بالضغط على الشبكة المخفية هنا، اضغط على اتصال، اكتب اسم الشبكة الخاصة بك، ثم اضغط على التالي واكتب كلمة سر، ثم اضغط على اتصال لتتصل بالشبكة المخفية. أحبابي في الله، إذا واجهتك مشكلة في جهاز الكمبيوتر ولم يتعرف على الاو اس بي، وكانت الاو اس بي جيدة نظيفة، أي أنها ليست متسخة، قم بتحميل برنامج واي فاي سكاي، هنا درايفر واي فاي سكاي، قم باستخراجه هنا. أقوم باستخراجه، لقد قمت باستخراجه سابقا، أضغط هنا على يس، يس تو ال. سأبحث على الملف الذي استخرجته، على ما أظن أنني استخرجته مسبقا قبل بدء بالحلقة. هنا المجلد لم يظهر لي كما تلاحظون، سأبحث عليه في جهاز الكمبيوتر. هنا أقوم بتغيير اسم الملف لكي أقوم باستخراجه مرة أخرى، أقوم بإضافة رقم 5. أقوم أحبابي في الله هنا استخراج ملفات درايفر واي فاي سكاي، أقوم هنا بالضغط على أوكي، أقوم بتحديث الصفحة. هنا لدينا برنامج درايفر واي فاي سكاي. ها هي، إذا كان برنامج جهاز الكمبيوتر خاص بك نواة 86 أو 64 أو ويندوز اكس بي كما تلاحظون. لتعريف البرنامج كيف تثبت برنامج الواي فاي سكاي، أحبابي في الله هنا نغلق هذه النافذة، نذهب إلى جهاز الكمبيوتر. أحبابي في الله هنا نذهب إلى خصائص النظام. هنا عند ضغطنا على خصائص النظام أحبابي في الله، هنا تعرف ما هي نواة الجهاز الكمبيوتر الخاص بك. فهي أنا بالنسبة لي 64 بت كما تلاحظون بالأرقام الهندية. أقوم بإغلاقها هنا، ثم أغلاق هذه النافذة
لتثبيتها أحباب في الله، أضغط على جهاز الكمبيوتر بالزر الأيمن للفأرة، ثم أضغط على إدارة مباشرة. أحباب في الله، أذهب إلى إدارة الأجهزة هنا، أقوم بالضغط عليها. هنا أحباب في الله، هنا العلامة الصفراء كما تلاحظون، أضغط عليها مرتين، ثم أضغط على برنامج التشغيل، ثم أذهب إلى تحديث البرنامج، تحديث برنامج التشغيل. هنا يقول لي بحث تلقائيا عن برنامج التشغيل المحدث، لا أضغط هنا على استعراض الكمبيوتر بحثا عن برنامج التشغيل. هنا يقول لي أذهب لأحدد مكان الملف الذي سأقوم باستخراج التثبيت منه، أضغط هنا على سطح المكتب، أبحث على هاته، على هذا المجلد الذي قمنا باستخراجه. هنا كما تلاحظون ويفي درايفر ويفي سكاي، أضغط موافق ثم أضغط على التالي. هنا كما تلاحظون قال لي لقد تم بالفعل تثبيت أفضل برنامج تشغيل لجهازك. نذهب هنا إلى شبكة الويفي كما تلاحظون، هنا تعرف على شبكة الويفي، وهنا أنا متصل على الشبكة الأولى الخاصة بي، ولدي العديد من الشبكات. هذا ما لدينا في هذا العدد، شكرا لكم على المشاهدة، في أعداد أخرى إن شاء الله من الحلقات المفيدة على قناتكم موثوق التعليمية.